القصة كفاح شعب مصر. الفصل التاسع. أما لهذا الليل من فجر؟ ألغيت الحماية واعترفت بريطانيا لمصر بسيادتها واستقلالها، ولكن بلادنا لم تستمتع بهذا الاستقلال إلا بمظهره الخارجي، لأن الحكومة البريطانية ظلت متمسكة بالتحفظات الأربعة وجعلت منها حجة للتدخل في شؤوننا الداخلية بين حين وآخر. وابتليت مصر بانحراف الأحزاب التي طغت على زعمائها وقادتها ورجالها الأهواء والمطامع الشخصية، فأصبح هم كل حزب أن يحطم الحزب الآخر أو أن يصل إلى مقاعد الحكم مهما كانت الغاية والوسيلة. لقد انحرفت الأحزاب وحلت بذلك المصيبة الكبرى والنكسة العظمى، إذ أصبحت مصالح البلاد العليا موضع ممارسة، فما يرفضه حزب من الأحزاب يقبله الحزب الآخر ويؤيده. ولهذا كان طلاب الجاه المزيف والمتكالبون على مقاعد الحكم يخضعون لرغبات المستعمر البريطاني، وراحت الأحزاب تتصارع من أجل الوصول إلى مقاعد الحكم دون اهتمام بأهداف الشعب وغاياته، ومن غير مراعاة لمصلحة الوطن العليا. لقد فسدت أداة الحكم، واتخذ البعض من مناصبهم أو قرابتهم لأولي الأمر وسيلة للثراء بطريق غير مشروع كالرشوة والاتجار في الممنوعات، وضعفت في الوقت نفسه رقابة البرلمان على أعمال الحكومات، حتى أصبح دستور البلاد في مهب الأهواء والأغراض. في وسط هذه الحياة الفاسدة دخل الجيش المصري مع بقية الجيوش العربية أرض فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود. لقد أبدى الجيش المصري في بداية الأمر نشاطاً ملحوظاً وجهوداً موفقة، حتى هزم اليهود في عدة مواقع ودك الكثير من حصونهم وقلاعهم، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ انتهز المقربون إلى الملك الفرصة للإثراء على حساب أرواح الضحايا، فاحتكروا توريد الأسلحة للجيش وقدموا له أسلحة فاسدة. ومع هذه الظروف العصيبة وقف جنود مصر وقفة مشرفة، وقفوا يدافعون لا بأسلحتهم الفاسدة، بل وقفوا يجاهدون بصبرهم وعزيمتهم ويناضلون بإيمانهم وإرادتهم. لقد صمدوا صمود الجبابرة، وما صمود حامية الفالوجة في فلسطين إلا صورة من شجاعة الجندي المصري وصبره وإيمانه بنفسه. لقد هجم اليهود على حامية الفالوجة بجيش كبير عدده 11,000، زودوا بأحدث الأسلحة تؤيدهم الدبابات في الأرض والطائرات في السماء، وبدأ الغادرون يسددون إلى هذه الحامية ناراً موقدة، ووقفوا ينتظرون تسليم الحامية بين لحظة وأخرى، ولكن خاب أملهم. كانوا كمن يحاول أن يقبض على الهواء أو يكتب على صفحات الماء. لقد وقفت هذه الحامية تدافع عن شرف مصر، وقفت تدافع بإيمانها وروحها وشجاعتها وصبرها، وليس لديها إلا أسلحة يندى لها الجبين خجلا. أمام هذا الفساد في الداخل والأحداث المتعاقبة في الخارج،
فقد خيل لليهود معها يا ولدي أن أقدامهم في الشرق قد ثبتت، وخيل للمستعمر أن شعلة الحرية والمجد في البلاد قد انطفأت، وكان الشعب في أعماق نفسه يهتف قائلاً: أما لهذا الظلم من آخر؟ أما لهذا الليل من فجر؟ لقد نسي اليهود والملك والمستعمر أن تحت الرماد وميض نار يوشك أن يشتعل. كان الأحرار من الضباط ثائرين من أجل ذلك كله، كانوا يبحثون ويعملون في كتمان شديد، كانوا يرقبون الفرصة ليضربوا الضربة الصحيحة التي لا يعتريها خلل أو خطأ في الوقت المناسب. وأخيراً خرج العملاق من سجنه، وخرجت ثورة 23 من يوليو سنة 1952 من مكمنها لتعلن حق الشعب في حريته، وحق الشعب في وطنه، وحقه في حياة حرة كريمة، وحقه في أن يأخذ مكانه تحت الشمس وفي ركب الحضارة والتقدم.